بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب المطل الإمام مالك نفع الله بكم وعلمكم دارين آمين. رضي الله عنكم. باب المستحاضة. حدثنا يحيى وبه حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لأطهو فأفدع الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. يحدثنا عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنذفر بثوب ثم تصلي. وبيحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأيت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. يحدثنا عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإذا غلبها الدم استنفرت. وبيحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإذا رأت الدم بعد ذلك فأنه يصيبها زوجها، وأنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث ابن هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول النبي في بول الصبي. حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغيرا لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما وغيره. يحدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يصب على ذلك المكان. وبيحدثنا عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى وسيل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك أمداد كلماتك وذكرها الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر للغافلون. صلى أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر للغافلون. صلى أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك ترك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المشيد لأركانها. اللهم أدم صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وأبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين
وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالحيض، ويذكر في هذا الباب المستحاضة، وهي التي جاوزت مقدار الحيض ومقدار النفاس واستمر معها الدم زيادة على ذلك. فخروج الدم من المرأة في الوقت الذي لا يعد فيه حيض ولا نفاس هو الاستحاضة، وقد جاءت فيه روايات عنه صلى الله عليه وسلم، واختلفت استنباطات الفقهاء اختلافا كثيرا في الأجسام وأحكامها فيما يتعلق بالمستحاضة، حتى أفردت في ذلك التآليف والتصانيف، ولم يزل الأمر قائما على تعدد استنباط الأحكام واختلاف فقهاء الإسلام في كثير من مسائل الاستحاضة، وهي التي ترى الدم في غير أوقات الحيض والنفاس. فإن له هذه ثلاثة الحالات، إما أن يكون حيض، وإما أن يكون نفاسا وهو الذي يخرج عقب الولادة، وإما أن يكون استحاضة. فذكر حديث فاطمة بنت حبيش أن قالت يا رسول الله إني لا أطهر، أن يستمر معي الدم حتى ينتهي وقت الحيض ويتجاوز إلى بقية الشهر، أفأدع الصلاة، هل أترك الصلاة ما دام الدم مني سائل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. فكيف تذهب الحيضة وكيف يذهب قدرها؟ فقوله فإذا ذهب قدرها، إنما يكون هذا إما لما يسمى معتادة، أي سبقت لها عادة في الحيض في كل شهر وثبتت، قال الشافعية ولو مرة واحدة حاضت حيضا صحيحا وطهرت طهورا صحيحا فهذه عادتها، فيحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة أي جاءت الوقت الذي تعتادين فيه الحيض فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها مقدار ما اعتدت سابقا 6 أيام 7 أيام قال أكثر فاغسلي الدم عنك وصلي، فأمرها بالصلاة، أو تكون مميزة ولم تكن معتادة، فيكون قوله فإذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء الدم القوي، ما دام ترى دم أسود ودم أحمر دم أصفر فيختلف، فالأقوى إذا كان يستغرق مدة أقل الحيض ولا يزيد على أكثره فهو الحيض، والضعيف بعد ذلك هو الاستحاضة. يقول فإذا ذهب قدرها أي وقت الدم القوي وجاء الضعيف فاغسل الدم عنك وصلي. تمام. فالحيض يمنع من الصلاة بالاتفاق بالإجماع، ولكن الاستحاضة لا. فيحرم على الحائض أن تصلي، وليس عليها قضاء الصلاة، قال وكان بعض السلف يرى للحائض أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى، تستقبل قبلة ذاكرة لله، ولا تهم الصلاة فحرام باتفاق، ولكن لتأخذ نصيبها من العبادة، والعبادة بالذكر مفتوح بابها. أما الوضوء فعند الشافعية لا يجوز للمستحاضة للحائض ولا للنفس أن تتوضأ بنية العبادة، أن تتوضأ بنية العبادة، أما أن تتنظف
أو تتبرد فلا شيء عليها، ولكن إذا تنوي الوضوء فلا يجوز عندهم، فعليه يحمل قول بعض السلف أنها أيام حيضها تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله سبحانه، فالمراد أنها تتنظف وليس الوضوء بنية العبادة، الوضوء بنية العبادة يحرم عليها، وكذلك الاغتسال لا يكون لها بنية العبادة إلا في يوم العيد وأغسال الحج. فالمستحاضة فالحائض والنفساء تغتسل أغسال الحج يعني للوقوف بعرفة والرمي وما إلى ذلك، ويحرم عليها دخول المسجد والطواف والصلاة كما هو معلوم، ولكن تغتسل بغسال كمثل يوم العيد يسن اغتسال فيه ولو للحائض وللنفساء يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. أما نعمة الإذن من الله بذكره فقد وسعها، لأن الحق جل جلاله للمتوضي والمحدث والجنوب والحائض والنفساء والقائم والقاعد وعلى الجنب والسفر والحضر والصغير والكبير، فسح لنا نعمة ذكره والإذن بذكره جل جلاله، ووعدنا أن يذكرنا إذا ذكرناه سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما امتن الله به وأكرم عباده المؤمنين أن يذكروه في أي حال وعلى أي كيفية وفي كل وقت، ووعدهم أن يذكرهم فاذكروني أذكركم، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وأثنى الله على الذين استقبلوا هذه النعمة بالشكر فأكثر الذكر، فقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وجعلها صفة أولي الألباب، فالعقلاء يغنمون الوقت بذكر رب الأرباب قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يفترون عن ذكر ربهم بل لا يصبرون عنه ما إذا ذاقوا حلاوته، فلا يصبرون عن ذكر ربهم ليلا ونهارا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولما استحلى بعض أهل الخير ذكر لا إله إلا الله امتلأ بها صدره وضميره وقلبه وانطلق بها لسانه، فكان لا يفتر عنها، فكان منصرفا دائما إلى لا إله إلا الله، فإذا أراد دخول الخلاء أخرج لسانه فعض عليها، لأنه وقت لا يليق فيه ذكر باللسان ويبقى على ذكر القلب حتى يخرج، فإن لم يعض عليها انطلقت بنفسها لقوة استغراقها بالذكر فتنطلق في قول لا إله إلا الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأورد لنا هذا الحديث ومدار الكلام عندهم في الاستحاضة على ثلاثة حديث، بل وجاءت روايات متعددة ولكل منها لكل أخذ منها من أرباب الاجتهاد، فتقسمت بعد ذلك الأقسام للمستحاضة، وقال صاحب الزبد عبر الأكثر واستدام، فمستحاضة حوت أقساما، فأولها أن تكون إما مبتدأ وهو أول حيض لها، وإما معتادة، وثم إما أن تكون مميزة أي تميز بعض الدم عن بعض، وإما أن تكون غير مميزة يأتي الدم بصفة واحدة ومستمر. وهذا الذي أخذ فيه الحنفية أن أكثر الحيض 10 أيام، فإذا استمر عندها دمه على طول فعندهم 10 أيام من بداية ما جاء دم تترك الصلاة، والعشرين اليوم تعد طاهرة، وهكذا. وإذن هذه إذا كانت مبتدأة لم يسبق لها عادة صحيحة في الحيض، فمن أول ما بلغت استمر بها الدم، يقدر حيضها عند الحنفية كما ذكرنا من أول الاستمرار 10 أيام، لأن أكثر الحيض عندهم 10 أيام،
ولا يزيد الحيض عندهم على 10 أيام. قال الشافعي هو 15 يوم، ممكن أن يستمر إلى 15 يوم. فإذا يكون طهرها 20 عندهم واسمه وحيضها 10، وهكذا في كل شهر. فإذا نفست وولدت فيصير نفاسها 40، ثم بعد النفاس يقدر 20 يوم طهرا ثم حيض وهكذا. فيقولون أن الحنفية أن الدم الفاسد ما زاد على 10 أيام، الطهر الفاسد ما نقص عن 15 يوم. ثم أورد لنا حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي تنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر، يعني تشد نفسها بثوب ثم لتصلي. وهذا الذي ذكروه في من عنده حدث دائم، دائم الحدث كسلس البول كالمستحاضة، يجب عليه للصلاة أن يجدد الوضوء وأن يتوضأ بعد دخول الوقت وأن يعصب خرقة ونحوها ليخفف خروج النجاسة والحدث ويصلي. وفي هذا الحديث أيضا أرجاع إلى العادة واعتبار العادة هي أساس. ومن المرأة التي كانت تهراق الدماء؟ قيل إنها نفسها فاطمة بنت حبيش، وأمرت السيدة أم سلمة أن تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها أم المؤمنين تجد معه فرصة أكثر وتستطيع أن تستفصل منه، وبخلاف أن تكلمه المرأة الأجنبية ومباشرة بمثل هذا. فاستعانت بأم المؤمنين لتجلس مع صلى الله عليه وسلم ولتبين له ولتأخذ التفصيل منه أكثر. وهذا من الحكم في إباحة الحق لنبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يتزوج العدد من النساء وأكثر من 40 ليتيسر أخذ الأحكام الشريعة عموما وما يتعلق بالنساء خصوصا عنه من هؤلاء اللبيبات الواعيات التي يبلغن من وراءهن ومن بعدهن، فكان ذلك من جملة الحكم. وقد ترتب على ذلك خير كبير للأمة وحسن البيان من رسولها صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. إذن فذات العادة التي قد عرفت من الشهر وقت حيضها ووقت طهرها الصحيح، إذا رأت ما يخالف عادتها من هذا الزمن وعدت تنقل إلى العادة. وهكذا تعددت الأقوال عند المالكية كما ذكر ابن رشد وكذلك يقول الشافعي المعتادة للحيض إما تكون مميزة بأن كان الدم بصفة أم تكون مميزة ما كان الدم بصفات متعددة قوي وضعيف، أو تكون غير مميزة. وإذا لم تكن مميزة وسبق لها حيض وطور تعلم أيام حيضها وطورها في قدرها ووقتها ترد إليها قدرا ووقتا. هلا قالوا وتثبت العادة بمرة في الأصح، إذا قد طهرت حاضت وطهرت طورا زين في شهر من الشهور ولو مرة واحدة كان هذا عادتها. فإذا استمر الدم بعد ذلك رجعنا إلى وقت وقدر العادة الماضية من الشهر الماضي، فيكون أيام ما كان حيضا في الشهر الماضي فهي الآن حيض في هذا الشهر، وما لم يكن حيض في الشهر الماضي فهو طهر الآن في هذا الشهر وهكذا. وأما إذا كانت مميزة فالشافعية يقدمون التمييز على مجرد العادة، إذا كانت عادتها
مثلا 5 من أول كل شهر وباقي الأيام طهر، استحيضت ورأت 10 سواد من أول شهر وباقي حمرة مثلا، فإذا العشر السواد كلها ما يمكن نفرق بينها، فتقدم يقدم التمييز على العادة، فتكون في 10 الأيام محكوم بحيضها، وما زاد على ذلك فهو طهر. أيوة، فما مكان نت مميزة والقوي لا يزيد على 15 يوم ولا ينقص عن يوم وليلة، والضعيف لا ينقص عن 15 يوم، فترجع إلى التمييز وهو أن القوي حيض والضعيف استحاضة. كذلك جاء التفصيل عند الحنابلة، فنفس الشيء ذكروا مميزة لا عادة لها، ومعتادة لا تمييز لها، ومن لها عادة وتمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز. فالمميزة التي تفرق بين أحوال الدم التي لدمها إقبال وإدبار، فالأقوى منه أيضا يكون هو الحيض ما دام لا يزيد على 15 يوم ولا ينقص عن اليوم والليلة، والتي لها عادة ولا تمييز لها يكون دمها غير منفصل على صفة لا تختلف، لا يتميز بعض عن بعض. لكن إذا كان الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذا ما تعتبر مميزة عندهم. فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحض، جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها وتتوضأ لكل صلاة بعد ذلك، ومن لها عادة وتمييز استحيضت ودمها متميز. فإذا كان الأسود في زمن العادة اتفقت العادة والتمييز في الدلالة يعمل بها، إن كان أكثر من العادة أو أقل، ولكن يصلح أن يكون حيضا. فجاءت رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رواية باعتبار العادة، لقوله لأمي حبيبة إذا لما سألته أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، فيقدمون العادة. والثاني يقدم التمييز كالشافعية، ويعمل به ما دام التمييز لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر ولا يزيد القوي عن أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، خلاص فيرجع إلى التمييز كما هو مذهب الشافعية. وأما التي لا عاد لها ولا تمييز فهذه عندهم إذن فيها كلام طويل وتفصيل، وأرجع الشافعية إلى الاحتياط مقدار بالنسبة للصلاة والمقدار أقل الحيض، واحتياط بالنسبة للمعاشر وغيرها مقدار أكثر الحيض، إلى غير ذلك مما يأتي في ضمن بعض الأحاديث تفسير ذلك. ثم أورد لنا إذن حديث زينب بنت أبي سلمة أن رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي يعني أن تتكرر عليها الاستحاضة على الاحتمال. وجاء في بعض الروايات عند المالكية أنه وقت الدم ولو يسير يعد من الحيضة، فالاستحاضة تكون حدث أصغر ما تسقط بها الصلاة ولا تمنع صحة الصلاة لأجل الضرورة، وكذلك تصوم. فعندهم لا، حكمها كحكم الرعاف، وهكذا يقول الشافعية والحنابلة لا تمنع المستحاضة عن شيء، حكم حكم الطاهرات في وجوب العبادات. وهكذا جاءت روايتان عن الإمام أحمد فيما يتعلق بمعاشرة زوجها، فجاءت رواية عنه بالتحريم ورواية كما قال الأئمة أو غير الأئمة الثلاثة
ويعد المالكية أنها المستحاضة الغير المتحيرة أنها طاهر، والحقيقة في يعدونها حكمها حكم الطاهر. قال الشافعية والحنابلة عليها الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس، تغسل عنها الدم وتحشي بقطنة أو خرقة، وهذا الاستثفار المذكور في الحديث، ويقولون له التعصيب الشافعية، وحينئذ تأخذ بالاحتياط. وأورد لنا حديث ابن المسيب وقد سئل كيف تغتسل المستحاضة، هل تغتسل من طور إلى طور تتوضأ لكل صلاة؟ فإن غلبها الدم استثفرت. نعم. ثم أورد لنا حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، كما كان الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إليه في ذلك الوقت الذي يحكم فيها بالطهارة من الحيض عليها أن تغتسل، وما عدا ذلك فتتوضأ لكل صلاة، فيجب أن يكون وضوءها بعد دخول الوقت وأن توالي بين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة. وأورد لنا حديث أيضا أم سلمة لما قدرت فاستفتت له أم سلمة فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضن من الشهر قبل نصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستر ثوب ثم لتصلي. ما شاء الله لا إله إلا الله. ويقول مالك لا يوقت في قليل الحيض ولا في كثيره، أقله دفقة من الدم، غير أنها ما يحكم لها بالعدة من الطلاق بمجرد الدفقة من الدم، وأكثر الحيض 15 يوم، هكذا قال المالكية. وقال الشافعي أقل يوم وليلة وأكثره 15 يوم. قال أحمد بن حنبل أقصى ما سمعنا 17 يوما. قال أبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. فما نقص عن 3 أيام عدوه استحاضة، وكذلك ما زاد على 10 أيام، هذا عند الحنفية صلى الله على سيدنا محمد وآله. وفيه ربط المسلم والمسلمة بشأن الشريعة في أحوالهم المختلفة وصلتهم بالتطبيق لأمر الله والوحي في شؤونهم وأحوالهم، ثم ينتقل إلى باب بول الصبي وما جاء في النجاسة المخففة، والله أعلم. فاتحنا الله يحيي فينا وفي المسلمين حقائق الإيمان واليقين، اجعلنا في خواص الهداة المهتدين المترقين أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأن يرزقنا كمال الطهر في السر والجهر، وينقينا عن الشوائب والأقدار، ويتولانا ما تولى به عباده الأخيار، سبنا مسالك الصالحين الأبرار، اختمنا بالحسنى وراض عنا إلى حضرة النبي محمد.